السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، صحة عيدكم، وكل عام وانتم بألف ألف ألف خير. ان شاء الله تكونوا عيدتوا لاباس. عن بالي مع هذا الحجر الصحي العيد ما فاتش كيما موالف. احنا يا في الغربة موالفين هكا، موالفين فوتوا العيد. سعي تحلنا مش في الويكاند، تحنا في اليامات تاع السمانة، يكونوا الناس خدامين، الناس تقرا عادي، يعني ما نحسوش بالعيد. ميسنا الحمد لله طحلنا في الويكاند وفوتناه مع لا فامي. يعني شوفوا بقية الفيديو درك تشوفوا كيف فوت نهاري تاع العيد. وهنا يا بغيت نشارك معكم مش لبست نهار العيد، لبست لغوب هذه، كنت بزاف حابة هذه لكولاغ، وكي لقيتها جبتها، يعني درت الحوانت كامل ما لقيت والو، لقيتها في مغازان تاع الشناوة. وهذو الحوايج اللي لبستهم معها، لي زاكسيسوار، المكياج، ولو بارفان تاعي بريفيري هاد الايامات هو تاع زارا، هايل بزاف بزاف بزاف. وان شاء الله تكون عجبتكم، اعطوني رايكم في التعليق. ودركم فوتو تبعوا معايا كيف فوت نهاري. هنا عرضتني جارتي وصاحبتي المغربية يعطيها الصحة، عرضتنا على الفطور تاع الصباح، او فطور ماهوش غدا. تبعوا معايا ما شاء الله العادات والتقاليد تاعهم وش يديروا في الفطور تاع العيد. الله يبارك من كل خير حطت لنا، يعطيها الصحة. وانا نحب نشوف العادات والتقاليد تاع بلدان اخرى، ويعني يعجبوني عادات وتقاليد الناس بزاف، ويعجبوني كيفاه يديروا في الفطور كل واحد والعادات وتقاليد تاعو، مع ان من نفس المنطقه بصح يختلفوا بزاف. شوفوا هما هكا يديروا الفطور تاع العيد ما شاء الله، من البغرير المسمن، خبز الدار، كلش كلش يعني. وفي النهايه ختمناها بالباربيكيو، يعطيك الصحه وما شاء الله. يعني دارت لنا عرضة هايلة بزاف. ومن بعد فوتنا عشية كامل عند عجوزتي، هام لي قاطو تاعها يعطيها الصحة، دارت دي قاطو هايلين بزاف بزاف. وراح نحط لكم رابط قناتها في صندوق الوصف، روحوا اشتركوا عندها، كل وصفات راهي حطتهم في القناة تاعها. وهنا احتفلنا بلانيفرسير تاع ولد سلفتي، ان شاء الله عيد ميلاد سعيد والعقبة المية سنة ان شاء الله. ويعني فوتنا عشية هايلة ومزيجة الويكند هكا، تلاقينا كامل بعد الكونفينمون بخاسك 3 mois ما شفناش بعضنا. وهذه بنتي راهي تحوس تاكل القاطو، وهذو لي قاطو تاعي شتوهم كامل في القناة، شاركت الوصفات كامل، روحوا شوفوهم، شوفوا وصفاتي وان شاء الله تجربوها ويعجبوكم. ما تنسوش تشاركوا معايا الطاولات تاعكم تاع العيد في الانستغرام ولا في الجروب تاع الفيسبوك، ممكن ندير لكم فيديو اذا بعثتوا لي الصور. وانا خليكم نقول لكم صحه عيدكم مره اخرى، ونتلاقاو مره اخرى، انا خليكم ونتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله.